أخونا الأستاذ عادل يسأل سؤالا مهما، الغلاء وما سببه؟ غلاء الأسعار شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة لما والسلام. نجاوب على هذه المسألة الناحية الشرعية طبعا. يقول لك ده دول درويش. صحيح صحيح. عايزين إجابات عملية، هم يقولون هذا. أنا في قوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات من السماء والأرض. أنا بس عايز أقول للسادة المشاهدين إنه آمنوا واتقوا. طيب أليس من الإيمان والتقوى أن نأخذ بالأسباب، أسباب التقدم؟ هو أنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى فأخذ بالأسباب المشروعة التي أمرني الله سبحانه وتعالى أن أخذ به، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأنا علي أن أخذ بالأسباب، وهذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقوى. علي أن أرفع المظالم، وهذا من الإيمان بالله والتقوى. علي ألا أحتكر، وهذا من الإيمان بالله والتقوى. أن آخذ بأسباب التقدم، وهذا من الإيمان بالله والتقوى. يعني الموضوع لا أقصر نقول كده يقول لك يعني عايزيننا نقعد في الجوامع نقعد نرفع أيدينا. الأصل هو الدعاء، الدعاء يرفع البلاء. وقد غلت الأسعار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وجاء الصحابة يشكون للنبي عليه الصلاة والسلام: غلت الأسعار يا رسول الله، فسعر، حط تسعيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى وقال: إن الله هو المسعر الخابض الباسط الرازق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو طبعا غلط الأسعار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر يبقى لما نقول آمنوا واتقوا، يبقى الإيمان والتقوى أن نقيم ما أمر الله به سبحانه وتعالى، وأن ننتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالله ومن تقوى أن نأخذ بالأسباب التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بها. فمن الأسباب كما ذكرنا، وأن نقيم العدل بين الناس، أن نأخذ بأسباب التقدم، ألا نحتكر، ألا ألا ألا. فكل هذا من الإيمان بالله بالمعنى الواسع للإيمان والتقوى، والله أعلم. أسأل الله أن يرزقنا. اللهم آمين. ما وقع البلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين.